grand leader socialiste, c'est l'un des bons marqueurs. Chaque citoyen, nous avons l'espoir de généraliser ce service à la totalité des documents. La ville de Nîmes تندرج إطار العلاقات التعاون التقليدية والإيجابية بين المغرب وإسبانيا في مجال العدالة، وتتميز هذه العلاقة بأنها تشمل كل مجالات التعاون التقليدية فيما بين وزارتي العدل. وفي هذا الاجتماع تبين أن التقييم لا المغربي ولا الإسباني بهذه العلاقات هو تقييم إيجابي، لأنها علاقات عقلانية فعالة تتم بانسيابية وتتم في أجواء من الثقة والصداقة والشفافية والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات. ورغم التقييم الإيجابي جدا للجانب الإسباني وللجانب المغربي، فقد اتفقنا على ضرورة استكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون من أجل رفع ديناميته ووتيرته حتى يكون في مستوى تحديات عدالة القرن 21 والأسئلة الجديدة التي قد يطرحها التطور البشري. نحن نواجه معا في هذه المنطقة نفس التحديات ونتعاون بشكل وثيق في كل المجالات الجنائية والمدنية والتجارية وغيرها، ونطور علاقات التعاون في مواجهة كل أشكال الإرهاب والاتجار بالبشر ومافيات الجرائم المنظمة العابرة للقارات. Sí, tenemos que irnos ya, pero le tengo que decir que en materia de inmigración los objetivos y los intereses son comunes entre Marruecos y España, y por ello estamos trabajando, porque son intereses comunes y de socios estratégicos.